البنك المركزي يعود فارغا للحكومة بعد عامين من سيطرة ميليشيا الحوثي على البنك وكل المؤسسات المالية اليمنية. قررت حكومة الرئيس هادي إنهاء ما كان يعرف بالهدنة الاقتصادية ونقل البنك المركزي للعاصمة المؤقتة عدن، في خطوة اعتبرها البعض أخطر قرار منذ التدخل العربي في اليمن قبل أكثر من عام ونصف. نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن ترافق مع مجموعة من القرارات المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك ووزارة المالية، وأثار الكثير من الجدل في الأوساط اليمنية لناحية توقيته وتداعياته. فبين متشائم ومتخوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من التفتيت السياسي للبلد وإطالة عمر الحرب، وبين من يرى أنها خطوة جيدة وإن تأخرت حتى استنزفت الميليشيا احتياطي البلد وأنهكت الاقتصاد الذي صار على مشارف انهيار شامل. في كل الأحوال تبدو عملية نقل البنك المركزي لعدن خطوة أخرى في الحرب ضد ميليشيا الحوثي الحاكمة في صنعاء عن طريق خنقها اقتصاديا بدلا عن الخيار العسكري الذي يبدو أنه يحول دونه اعتراضات من قبل القوى الدولية. ولكن هذه الخطوة ذاتها قد ترتد في وجه حكومة هادي وتتحول لمشكلة أخرى على طريق السلطة الشرعية الذي تعوق الإشكالات من كل جانب. فبعد أن كانت سلطة الميليشيا محصرة بالمطالب الشعبية التي تتعاظم في مواجهتها كل يوم بعد أن استنزفت المخزون النقدي للبلد وأشرفت على الإفلاس، تأتي هذه الخطوة وكأنها إنقاذ لها وتخليص لها من مشكلة تكبر في وجهها كل يوم وتحويل للسخط الشعبي باتجاه الحكومة التي استلمت بنكا فارغا واقتصادا منهارا. وهنا تبرز قضية الضمانات التي ربما تكون قد حصلت عليها الحكومة من حلفائها الخليجيين، إذ أن إقدام الحكومة على خطوة كهذا لا تبدو رجما بالغيب أو قفزا في الفراغ، وينتظر اليمنيون أن تبدأ الحكومة وحلفاؤها خطوات فعلية لإعادة الأمور إلى نصابها، بما من شأنه منع تحقق مخاوف المتشائمين وتلافي تدهور حياة اليمنيين إلى أسوأ مما هو قائم.